مستمعينا الكرام، أسعد الله ظهيرتكم بكل خير. أنتم تستمعون الآن إلى موقع يافا 48، وهذا محمود عبيد خلف الميكروفون يحييكم أينما كنتم وإنما حللتم مع هذا اللقاء الخاص الذي يبث إليكم من قلب حي العجم في مدينة يافا. وننتقل بكم إلى مدينة أم الفحم، ونستضيف معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية المحظورة إسرائيليا بعد أن قضى 17 شهرا في غياب السجون. مرحبا بك على موقع يافا 48، والحمد لله على السلامة. الله يرضى عليك وحياكم الله وجزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، يعني صرحتم فور خروجكم من السجن أن إدارة السجون التي بطبيعة الحال تأتمر لإرادة المؤسسات الأمنية المختلفة سعت إلى إذلالكم وإخضاعكم من خلال العزل الانفرادي الذي دام 17 شهرا. لماذا فضيلة الشيخ إذلالكم أضحى هدفا استراتيجيا للمؤسسة الإسرائيلية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتقد بعد طول هذه التجارب التي عشتها ما بين فترة سجن إلى فترة سجن أخرى وهكذا، أعتقد أن المؤسسة الإسرائيلية باتت تستهدف إذلالي وقهري والانتقام مني، لا لسبب إلا لكوني مسلم عربي فلسطيني أحمل في قلبي ثوابتي الإسلامية العربية الفلسطينية، وأصر على أن أحيا عليها وأموت عليها وألقى الله سبحانه وتعالى عليها. لا يوجد أي سبب آخر إلا هذا السبب، هذا ما بت على قناعة منه. نعم فضيلة الشيخ، يعني بات من الواضح أن ثمت قناعات تؤمن بها إن دخلت معها إلى السجن، شاركنا بتلك القناعات التي خرجت بها من سجنك الأخير. لا شك أنا دخلت في قناعات كانت عبارة عن موجه لي في حياتي، تدفعني دائما أن أحمل هم شعبنا الفلسطيني، عالمنا العربي والإسلامي، أن أحمل هم مجتمعنا في الداخل الفلسطيني 48، أن أحمل هم قضايا التي تتعلق بكل جوانب حياته بناء على ما نعاني ويعاني في قضية الأرض، في قضية البيوت، في قضية المقدسات، في قضية السلم الأهلي وغول العنف الذي انفجر علينا. فأنا يعني لا شك خرجت من السجن وأنا قد دعوت الله سبحانه وتعالى أن يعينني ألا أقصر في واجبي في كل هذه العناوين التي ذكرتها، وأن أؤدي حقها جنبا إلى جنب. ولا شك أن يافا نحبها وهي في قلوبنا، وبإذن الله هي ذات حظوة في يعني أنا شخصيا عندي، وأسأل الله ألا أقصر معها إطلاقا. نعم فضيلة الشيخ، يعني كيف كان برنامجك اليومي وأنت داخل الزنزانة، وكيف كانت طبيعة التواصل مع السجان والسجناء؟ أولا بالنسبة لبرنامجي اليومي، كان هناك برنامج طويل ملأ علي كل وقتي منذ أن أستيقظ حتى أنام، لم يكن هناك ثانية واحدة تسمى ثانية فراغ. طبعا هذا البرنامج كان يشمل الصلاة، قراءة القرآن، الذكر، الدعاء، كان يشمل كتابة ما فتح الله علي من كتب أو كتيبات، كان يشمل نظم الشعر، وكان يشمل الرسم. فبحمد الله كل هذه الجوانب كانت تملأ علي كل وقتي في كل يوم كنت أعيش فيه، وبحمد الله رب العالمين ما شعرت يوم من الأيام بنوع من الملل، وكأن الوقت لا يمر وكأن عقارب الساعة قد توقفت. لا أبدا، بالعكس تماما، كنت أشعر أن الوقت سريع سريع جدا، وأن ما أطمح به هو أطول بكثير من فترة سجني. هذا الشعور الذي كنت عايش عليه الحمد لله رب العالمين. نعم
فضلت الشيخ، يعني من الواضح يعني وفي خضم العزلة في داخل الزنزانة صفت يعني في أذهانكم مشاريع وأفكار هي أولويات بالنسبة لكم، يعني لو شاركتنا ببعض اجتهاداتكم. لا شك، نعم، من الأولويات التي أنا مقتنع بها الآن هو أن نتعاون مع كل فرد من مجتمعنا، مع كل عنوان، مع كل مؤسسة، مع كل هيئة اجتماعية أو سياسية أو إعلامية أو فكرية أو حتى فنية تحمل إن شاء الله تعالى الاستعداد والمبادرة أن نسعى سويا إلى علاج آفة العنف في الداخل الفلسطيني. ولذلك أنا شخصيا أعددت ورقة مفصلة حول كل ذلك، بإذن الله في القريب العاجل أتمنى أن أعرضها على لجنة المتابعة للنقاش، وبإذن الله سأواصل المرحلة التي توقفت عندها قبل أن أدخل السجن، وهي إقامة لجان إفشاء السلام في كل الداخل بدون استثناء. كنا قد أقمنا 40 لجنة ولعله أكثر، شملت كل البلدات من الشمال حتى الجنوب، بما في ذلك النقب، المدن الساحلية، المثلث الجليل، بما في ذلك قرى الأهل المسيحيين وقرى الأهل بني معروف الضروز. كنا قد بدأنا نقيم لجنة في كل بلدة كي تكون العنوان لنا في كل برنامجنا الذي يسعى إلى علاج ظاهرة العنف. أنا شخصيا هذا من الأصول الأساس التي سأجتهد أن أقوم بها بإذن الله رب العالمين، طبعا إلى جانب الحق الذي لا ينسى وهو دوام الصلة الدائمة مع القدس والمسجد الأقصى المباركين. نعم، يعني أنا الشيخ لا أريد أن أطيل عليك، لكن من الطبيعي أنك يعني تابعت ما آلت إليه آفة العنف التي حصدت خيرة شبابنا في الداخل الفلسطيني، يعني لا سيما الحادثة التي هزت وجدان وأفئدة شباب المشروع الإسلامي والقطر الإسلامي بمقتل الشيخ محمد أبو نجم من مدينة يافا. فضلت الشيخ، يعني كيف تقرأ تداعيات هذه الحالة التي نعيشها نحن في الداخل الفلسطيني؟ يعني مقتل الشيخ محمد أبو نجم رحمة الله عليه لا شك يعني أحدث عندي ألم عميق عميق جدا في داخلي، ولأنني يعني أعتبره أخ، وإن لم نكن من أم واحدة نحن إخوة في الله سبحانه وتعالى. وكان مقتله بالنسبة إلي يعني تجاوز لكل ما يعرف في مصطلحات السياسيين بالخطوط الحمراء، كان تجاوز لكل ما هو متوقع من شرور آفة العنف في داخلنا الفلسطيني. في تلك الأيام وأنا في السجن صليت عليه صلاة الجنازة، دعوت له ونظمت قصيدة طويلة يلي أرثي فيها يافا وأرثي فيها عائلة أخونا حبيبنا المرحوم محمد أبو نجم. إن شاء الله في أقرب وقت سأسلمها لأهله وسأقرأها عليهم في المكان المناسب الذي هم يختارونه بإذن الله تعالى. ولا شك ستكون هذه محطة من محطات سيرنا المتواصل لعلاج ظاهرة العنف. فضيلة الشيخ، يعني ننتقل بك إلى موضوع آخر، يعني في ظل التجاذبات السياسية وهذا الائتلاف الحكومي وفي ظل المتغيرات الإقليمية وحالة التطبيع العربي وفي ظل ما يحاك للمقدسيين وما يحاك لمجمل القضية الفلسطينية، يعني فهل ثمت ما يقلقكم في هذه المرحلة أكثر من ذي قبل؟ لا شك أن هناك اجتهادات خاطئة، أخاف على ومسيرة مجتمعنا في الداخل من تبعات هذه الاجتهادات الخاطئة، والتي بدأت يوم أن تجرأت القائمة المشتركة وأوصت بالجنرال غانتس ليكون رئيس الحكومة. هي بذلك فتحت الباب أمام اجتهادات صادمة غير مسبوقة في كبر وحجم الخطأ الذي تحمله، وهذا مما أدى في نهاية الأمر إلى أن تقوم القائمة العربية الموحدة أيضا وتدخل إلى الائتلاف الحكومي.
في حقيقة الأمر يعني هذا من الأمور التي تقلقني، من الأمور التي أدعو الله سبحانه وتعالى أن يراجع القائمون على هذه الإجتهادات أنفسهم، وأن يعرفوا أنه لا يصح للصحيح، لابد من الانسجام مع ثوابتنا الإسلامية العروبية الفلسطينية في كل مسيرة حياتنا حتى نلقى الله تعالى. نعم فضلت الشيخ، السؤال الأخير يعني هل تلقيتم تهديدات أو تلويح بمنعكم من دخول مدينة القدس أو زيارة المسجد الأقصى المبارك؟ لا أبدا، حتى الآن ما كان هناك أي تهديد، سوى ما تابعت حضرتك وتابعه رجال الإعلام، وهو حملة التحريض الهوجاء. نعم. التي انفجرت ثاني يوم بعد خروجي من السجن، والتي قادها نتنياهو ومن معاه من كان في دائرته من وزراء وأصحاب مناصب مختلفة. ولذلك أنا قلت يعني ولازلت أؤكد هذه الحملة الهوجاء التي صارت ضدي، وأنا لم أتكلم كلمة، لازال لي قدم في السجن وقدم في بيتي، ومع ذلك تطور هذه الحملة. أنا لم أجد لها إلا تفسير واحد، وهو كالتالي: هم هاجموني لكوني مسلم عربي فلسطيني. فضيلة الشيخ، يعني دعني أسألك، يعني هل تخشى في هذه المرحلة، تخشى عن حياتك أو من أي سوء قد يمسك شخصيا في هذه المرحلة؟ طبعا هذا وارد بإذن الله. الأجواء العاصفة، التحريض الأهوج الذي يصل إلى حد مرحلة استباحة الدعوة إلى إيذائنا والدعوة إلى قتلنا، لا شك هذا التحريض الأهوج الأعمى يصنع أجواء. هذه الأجواء قد تكون قابلة أن يخرج منها رجل أهوج وينفذ هذه التهديدات التي تنطلق من أفواه سياسيين إسرائيليين ومن أفواه رجال دين إسرائيليين. نعم، في نهاية هذا البرنامج فضيلة الشيخ نشكرك كل الشكر على إتاحة لنا هذه الفرصة. مني أنا محمود عبيد ومن أهالي مدينة يافا اللد والرملة نشكرك، والحمد لله على السلامة فضيلة الشيخ. حياك الله، جزاكم الله خير، السلام عليكم. مستمعينا الكرام، كان هذا اللقاء الحصري من فضيلة الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية المحظورة إسرائيليا، وهذا محمود عبيد يترككم في رعاية الله وأمنه، وإلى لقاء آخر.